بحضور وفد عن جامعة الدول العربية برئاسة الأمين العام المساعد السفير أحمد رشيد خطابي وبمشاركة رؤساء وممثلي الهيئات الأعضاء في اتحاد إذاعات الدول العربية وممثلي الاتحادات الإقليمية والدولية وعديد المنظمات والشركات العربية والدولية ذات العلاقة والمؤسسات الإعلامية العربية والأجنبية، انطلقت فعالية أعمال الدورة العادية 43 للجمعية العامة للاتحاد، دورة ثمن خلالها رؤساء الهيئات جهود الاتحاد على امتداد عقود مسيرته المهنية في إطلاق خطط وبرامج للتكوين والتدريب، ولا سيما منها تعزيز التبادل البرامجي وتشجيع الإنتاج الإعلامي المشترك وتقوية روابط التعاون المهني في الحقل السمعي البصري بين الدول العربية، فضلا عن إرساء شراكات على المستويات الإقليمية والدولية لتقاسم الخبرات والتجارب. جامعة الدول العربية حريصة على إحكام التعاون والتنسيق مع كل الاتحادات والمنظمات الممارسة لمهام إعلامية، طبعا في إطار توجهات مجلس وزراء الإعلام العرب، وحضورنا اليوم هو تأكيد لهذه الإرادة للدفع بأفاق التعاون العربي في مجال الإعلام، بالنظر لأهمية قطاع الإعلام في تعزيز ومد جسور التقارب والتفاهم ما بين الشعوب العربية. وأعتقد أنها كذلك فرصة للاطلاع على مختلف التجارب والخبرات والاستماع عن قرب للتقرير السنوي الذي يقدم بمناسبة اجتماعات الجمعية العامة، بحيث أن الاتحاد له حركية ملموسة في مجال تبادل الأخبار، في مجال الإنتاج المشترك. عمل الاتحاد هو عمل مهني، هو اتحاد مهني، وهمه الأساسي هو تطوير صناعة الإعلام في العالم العربي، مساعدة هيئات الإذاعة والتلفزيون في التحول الرقمي، في مجابهة التحديات الجديدة. يمكن لو لاحظت في مشروعنا الآن هناك تحول تقني يقود الاتحاد من خلال المشاريع النوعية التي بيطرحها من خلال آسبو كلاود، التي هي منصة الآن سوف تخدم هيئات الإذاعة والتلفزيون في العالم العربي. أيضا لدينا التبادل البرامجي والأخباري وقفزة كبيرة في المعدلات التدريب. احنا استطعنا في العام المنصرم ندرب 450 متدرب ومتدربة وبمعايير عالية جدا، لأن احنا نحافظ على المستوى الأكاديمي والتدريبي النوعي في التدريب. كل هذه الأمور كلها في مجملها هي بهدف خدمة صناعة الإعلام، تطوير الإعلام، لأنه مشروع الإعلام مشروع مستمر. وممكن أيضا لو تشوفين بكرة عندنا مؤتمر الإعلام العربي الذي سوف يدور حول الذكاء الاصطناعي باعتباره واقع جديد. الذكاء الاصطناعي كيف إحنا كمؤسسات إعلامية نتعامل معه، كيف نتواءم مع هذا التحدي الجديد، وكيف يتحول إلى صديق وليس عدو، بحيث أن إحنا نستفيد منه. هذا ما حيطرحه المنتدى أو المؤتمر خلال اليومين المقبلة، لكن كما لمسنا الروح التعاون والروح الإيجابية في التعاون من الجميع يبشرنا مستقبل متفائل إن شاء الله. نحن في زمن التحالفات، من يعتقد أنه في زمن الإعلام الجديد الإعلام الإلكتروني والذكاء الاصطناعي يستطيع أن يعمل بمعزل عن الآخر فهو واه. وبعدين أنا بشوف أن لما بنجتمع، صحيح إحنا جايين اجتماع جمعية العامة يمكن كحاضرين نحن لسنا مشاركين كأعضاء، لأن إحنا اتحاد شريك أو اتحاد، لكن بيبنا بروتوكول تعاون مع الأسبو في موضوع التبادل البرامجي والإخباري بشكل كبير، وأن إحنا بنعمل حقائب إخبارية مشتركة مع بعض الدول الإسلامية عندنا، ده تعاون كبير. عندنا اجتماع الآخر اللي بيتم مع اتحادات أخرى مثيلة أوروبية وأسيوية، ويحدث عصف ذهني. هذا العصف الذهني يؤدي في النهاية إلى أن احنا نلتقي على أرضية وعلى بلاتفورم واحد في فكرة التعامل مع الآخر، كيفية توحيد خطاب إعلامي واحد في سرعة ويسر وتكنولوجي سريع، وأيضا انضباط وحوكمة إعلامية، وده اللي بتكلم فيه. فهنا لما بيجي اجتماعات مثل هذه مع الاتحادات المشاركة، ده بيدي مساحة أكبر للمشاهد في كل أنحاء العالم العربي والإسلامي للمزيد من المعرفة لما يحدث في العالم بصدق. أظن أن الآفاق واعدة بالنسبة للتعامل العربي العربي والتبادل العربي العربي في مجال الإعلام من خلال هذه المؤسسة الكبيرة، ومن خلال أيضا مؤسسات
كل دولة على حدة. وأنا أتكلم هنا عن التلفزة الموريتانية التي شهدت في السنوات الأخيرة نهضة كبيرة في المجال الإعلامي، في مجال الانتشار وفي مجال المحتوى أيضا. وبالتالي سيكون التعامل مع الإخوة العرب فرادة من خلال تعامل ثنائي ومجتمعين من خلال اتحاد، سيكون له دور كبير في تطوير هذه المؤسسات الإعلامية الكبيرة. هناك أكثر من منصة للعمل العربي المشترك، سواء كانت جامعة الدول العربية، أيضا هناك اللجنة الدائمة للإعلام العربي، وأيضا اتحاد إذاعات الدول العربية اللي مقرة الآن في تونس. وبالحقيقة بعيدا عن المجاملة، هذا الاتحاد واحد من المنظمات أو المنصات الفاعلة جدا في العمل العربي المشترك، والكثيرين ربما يستمعون إلى هذه العناوين ويعتقدون من خلال الصورة الذهنية أنه هذه جزء من المنظمات التي ربما ليست فاعلة بالشكل الكافي. ولكن من يقترب من هذا الاتحاد يجد هناك من المعطيات. أولا، في ساحة العمل العربي المشترك هذا الاتحاد فعال جدا، ويحاول أن يعمل باندماج عالي جدا لتقريب وجهات النظر، لعمليات التبادل الإخباري، لعمليات التبادل البرامجي. الساعات الكبيرة والتي تشهد تصاعدا عاليا خصوصا في السنوات الأخيرة للساعات التي توضع على المنصة المشتركة والتي تستفيد منها غالبية الدول العربية وفي كل المجالات. هذا واحد. اثنين، هذا الاتحاد أيضا لا يعمل فقط من خلال الوسائط التقليدية الإذاعة والتلفزيون، وإنما حاضر في ذهنه أيضا المعطيات والمنصات الحديثة، المالتي ميديا، وسائط التواصل الاجتماعي. هذه كلها تحديات. اليوم أيضا الاتحاد يناقش قضية مهمة، وهو دخول فاعل جديد على الساحة الإعلامية، ألا وهو الذكاء الاصطناعي. في ظل عالم الذكاء الاصطناعي الجديد والذكاء والتطور التكنولوجي الخرافي اللي بيحدث، ما زالت لدينا مشكلة في الجوهر، في المضمون. ليس كل ما هو شكلا جميل مضمونا جميل، يجب أن نتأكد ونتحرر من صحة الأخبار، ولن يتأتى ذلك غير من خلال المصادر وتوثيق المصادر. أيضا المؤتمر اللي بيقام الإعلامي على هامش الجمعية العامة الخاصة بالذكاء الاصطناعي وتحديات العصر، احنا كل يوم شايفين يعني على مدار 25 عام احنا شايفين سرعة كبيرة جدا في الإعلام. كنا زمان بنتكلم على إعلام بناخد الخبر من الجورنال بالليل ونستنى نشرة الأخبار، النهاردة في التو اللحظة الخبر بيجي، النهاردة بقى في كلاوس بتبعت الأخبار، بقى دلوقتي المواطن بقى إعلامي بيساهم وبيلتقط، بقى عندنا يوتيوبرز، بقى عندنا انفلونسرز، بقى كل واحد عنده موبايل، عنده قناة يوتيوب، بقى عنده في بودكاست. النهاردة العالم تغير، لكن الذي لم يتغير ولن يتغير كأستاذ جامعي بقول لك هذا الكلام ولست كإعلاميا، هي الميثاق الشرف الإعلامي، الإيثكس، القيم التي نعمل من خلالها، قيم الصح والغلط، المصداقية، المهنية، الموضوعية، عدم إثارة الفتن، عدم تأليب الرأي العام، عدم التجاوز بحق الآخر، عدم الإساءة الآخرين، عدم الإساءة الدولة ضد كل دي قيم تعمليها حضرتك وانت قاعدة على الموبايل، تعمليها حضرتك وانت بتعمل الذكاء الصناعي، تعملي حضرتك انت بتعملي برنامج تقليدي في البرودكاست العادي، لكن لازم يبقى فيه قيم بتحكمنا. دائما هناك تطلعات كثيرة في عالمنا العربي وخصوصا في الجانب الإعلامي. أيضا هناك الجانب اللي خصنا اليوم في جانب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، وأيضا الحديث عن آخر التطورات في عملية التدريب وأهمية التدريب لكل أبناء الإعلام. فإن شاء الله إحنا دائما نحاول كثر ما نقدر من خلال هذا الاجتماع التطلع إلى كثير من هذه الأمور المهمة في تاريخ العالم العربي وخصوصا فيما يخص الجانب الإعلامي.
يسعى اتحاد إذاعات الدول العربية من خلال أشغاله وورشاته إلى تحسين أداء هيئاته المختلفة، خاصة في مجال التنويع وتوسيع التبادل الإخباري والبرامجي مع مختلف المنظمات المهنية العربية والعالمية، بالإضافة إلى تطوير قدراته التقنية وما تطرحه من حلول خاصة في تغطية الأحداث الكبرى سواء في المنطقة العربية أو في العالم، ناهيك عن اقتراح واعتماد أفكار جديدة تتعلق باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والعزم على مواكبة التحول الرقمي، وهو ما يعكسه موضوع مؤتمر الإعلام العربي، وهو الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي، الفرص والتحديات. على امتداد يومين متتاليين وبمشاركة مكثفة للهيئات الأعضاء في مختلف أنشطة الاتحاد وفعالياته، ناقشت اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية المالية القانونية باتحاد إذاعات الدول العربية اجتماعها 84 يومي 11 و12 من جانفي الجاري بمقر الاتحاد. ناقشت مسائل شتى، منها بالخصوص الموازنات المالية للاتحاد وأجهزته التنفيذية لسنتي 23 و 2024 و 2000، ومزيد تطوير الرصيد البشري في مختلف الأصناف والاختصاصات، وسير إنجاز استثمارات الاتحاد وخاصة منها مركز الأعمال. ولدى افتتاحه أشغال اللجنة، أكد المدير العام للاتحاد المهندس عبد الرحيم سليمان على ضرورة الاستفادة من الخدمات المهنية المتميزة التي يوفرها الاتحاد في شتى المجالات، وفي مقدمتها التبادلات الإخبارية والبرامجية، مشيدا بالتطور الكبير لجودة التدريب الذي توفره أكاديمية الاتحاد بالتوازي مع تعزيز التعاون العربي والدولي في هذا الخصوص. وخلال انعقاد المجلس التنفيذي للاتحاد، أكد رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية محمد بن فهد الحارثي أن الفترة الأخيرة شهدت تطوراً ملموساً وحراكاً إيجابياً في كل مجالات أنشطة الاتحاد، مشيراً إلى أنه من بين المبادرات التي تحسب للاتحاد اختياره موضوع الدورة الثالثة لمؤتمر الإعلام العربي حول الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي، والذي يعد أبرز الموضوعات الراهنة ليس في المجال الإعلامي فحسب بل وفي كل المجالات، وهو اختياراً أراد الاتحاد أن يكون به سباقاً في استفادة هيئاته من التكنولوجيات الحديثة.